صرنا 8:39 دقيقة، رجعنا لكم مازلنا مواصلين معكم في الويكاند كما تعودتوا معنا. دونك أنشطة كثيرة وتظاهرات متعددة بالنسبة للطلبة سورتو في ميدان الروبوتيك. نحاولوا أنه نعرفوا أكثر تفاصيل عليه. تظاهرة زادة قادمة بطبيعة باش نحكيوا على المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. معنا بالتليفون أسماء البصلي تعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا أسماء، صباح النور. صباح النور، شنو أحوالك؟ الحمد لله، لاباس. الحمد لله لاباس. دونك احنا باش نحكيو على تظاهر الروبوتيك في المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسه. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل على التظاهر هذه معك اسماء، والكلوب نتاعكم بطبيعه نقدموه للساده المستمعين. تفضلي. اي دونك عاصمه نسكل، اسمي اسماء بصلي، نقرا دوزيام اني ليسونس انفورماتيك، تشير وومن نتاع لي 3 او سي سي سي. دونك برشا من الناس يقولوا شكوني لي 3 او، عرفكم شوية شوية على الفوازو. دونك بريسك ياف الناس معناها بريسك ليزانجينيور الكل عندهم كيما نقولوا الفوازو، اللي هي الانستيتيو اوف الكتريكال الكترونكس انجينير، اكبر انستيتيو نتاع في العالم نتاع ديزانجينيور، موجودة في بريسك في العالم الكل، مقسمة باغ دي ريجيون، احنا ريجيون 8 وسيكسيون تاع تونس. وتونس برك الله فيها اكثر من 4000 ممبر. دونك كوميونيتي كبيرة على الاخر تاع عباد ياسر انتريسي بالتكنولوجي لينوفاسيون. و انا بيرسونيلمون جو ريبريزونت 3 او سي سي اتش اس، هي ستودنت برانش فوندي لها عامين بريسك بور لو مومون، اكبر ثالث ستودنت برانش يكون كاملة. وكيما تعرف حنا برشا ديفيلمون منهم ريبرنرز اللي باش نحكيو عليه. دونك كيما قلت برشا عباد ياسر انتريسي بالروبوتيك، هذه لقيناها اوبورتونيتي باش نقول لهم معناها اللي انتريسي واللي يحب يتعلم مرحبا بيه يجي معنا يتعلم معناها الروبوتيك دو ا جوسكا زيد باش يكون في ليفينمون. سو سوغون دي ايديسيون، معناها على ليديسيون الاولى شكون سيفور دو ليني باش يتعلموا كيفاش يعملوا سيفور دو ليني نتاعهم دو ا جوسكا زيد، وبيان سور مو جوست يتعلموا يبارتيسيبي زيد. دونك هي باش تكون فما هاكاطون اللي يتعلموا في الفورماسيون باش ما يمشيش هكاك برا، معناها يكون جوست تيوري يسهر ويصبح كيما نقولوا من 7 نتاع الليل ل 7 نتاع الصباح اللي بعده. معناتها باش نزيدوا نفهموا اسماء الناس اللي تسمع فينا، الهاكاتون دونك البراتيك يكون معناتها بدون توقف، معناتها في مده 24 ساعه ولا 72 ساعه ولا غيره، معناتها المنافسه تكون كبيره برشا معناتها. وهذا يظل لي الشارم نتاع الروبوتيك وقت يكون فما ما بين المراوحه ما بين التيوريك والبراتيك الزوز. صحيح ولا ديجا هيك هي، معناها النهار الاول باش تكون كلها تيوريك، يفهموا معناها التيوري، يفهموا القطايع كيما نقولوا لي بارتي الحاجات مهمين في الروبوتيك ولي ديتاي الكل. بعد معناها في الليل بارتيغ كيما نقولوا من 7 نتاع العشيه باش نمشيو للكومايكود هاكر سبيس، غادي كما باش تصير معناها يبداو كيما نقولوا يحضروا الكومبيتيسيون تاعهم، وان شاء الله العشاء نتاع الليل معناها نعطيهم الوقت انهم ثم ماكيت كيما نقولوا وين تستيو لي جروب تستيو عليها اسكو تخدم ولا لا. دونك عندهم كيما نقولوا بريسك 7 سوايع 8 سوايع يتستيو على الماكيت هذيك الموجوده اللي روبو اللي صنعوهم، وشكون هي الكومبيتيسيون بينيت لي زيكيب باش هكاك نشجعوهم، خاصه معناها العباد اللي من الاول ما تعلموش وكل تجيهم صعيبه، عرفت لازم يتعلموا الثيوري لازم يطبقوه في نوتر سونس. دونك لقينا الاوبورتونيتي هذيا، وبيان سور الروبو اللي عنده البيرفورمانس هذيا على الاخر واللي نجح انه يتحرك في الماكيت كما نقولوا باش يكون عنده بخي من عند البخليغ نتاعنا الكوميكوب وفوالا. تري بيان، خلينا نحكيو شويه تكنيك لهنا، معناتها شنو معناتها لازم الروبو معناتها كامل متكامل من ناحيه الماتريو نتاعو من ناحيه الهدف نتاعو شنو بالضبط، معناتها حتى ليكيب قداش فيها من واحد به الماتريال باش يكونوا احلى معناها باش نعطيوه، واللي يحب يجيب الماتريال نتاعو ماشي باش ما يقلقش، اما فما كيما نقولوا رولز معناها ما عندكش الحق انك تجيب كيما نقولوا دي ماتريال قويين برشا خاطر لازم الناس الكل كيف. دونك بيان سور دو اجوس كازي تيكون الروبو نحاولوا لو ماكس احنا تنعاونوا بيان سور ونخليهم هما يعموا بحرم كيفاش يحبوا الروبو نتاعهم يكون بالماتريال الموجود. صحيح صحيح، كل واحد عنده الكونسيبسيون نتاعو معناتها كيفاش باش تكون ديجا. اي
فوالا صحيح هكاك. ونخليهم معنا دي في الفوي كيفاش يحبوا يسمعوه كيفاش يحبوا يخدموه وذي بي كرييتيف رس بالماتريال الموجود وذيك هي معناها. واللي زي كيف تو ديبون بالنمبر دونك اتبخي خمسة عباد هكاك في التيم وتسمع نتيح ودونك تو ديبون بالنمبر اللي يجي بيان سور. مهم برشا معناتها معناتها هنا الناس اللي باش تشارك ولا التيديونات اللي باش يشاركوا معناتها يربحوا برشا حاجات منها انهم يدخلوا العالم الروبوتيك منهم يتعلموا الخدمه بار جروب منهم تقسيم العمل حسب الوقت باش ما يفوتوش الوقت دونك لهنا باش يربح برشا حاجات معناتها هذه معناتها الافونتاج اللي موجودين معناتها في التظاهرات هذيا واللي الكلوب هذوما صحيح هما خاطر ستيلز من الاخر تعلمهم كين كي تحط على امر الواقع وكيما ترى معناها تايم مانجمنت سكيلز وفازيت ما تتعلم كين كي تحط في كومبيتيشن تحط حاجه غير دونك هيك تنجم انت تقدم تنجم برسمي تتعلم. صحيح اسمع فما تخمام عند الطلبه انه سورتو الناس اللي مغرومه بالروبوتيك انه يكمل في المجال هذايا معناتها بتاع الروبوتيك اذا 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 يدخل واذا يفهم واذا يحاول انه يطور من المؤهلات نتاعو حتى معناتها مع الشهاده الجامعيه معناتها انت كيفاش تراها؟ الحقيقة أنا راه في الزابل على الأخر ديجا في الفاك نتاعنا عندنا سيستيم أمبركي اللي هما معناها يقراو روبوتيك ما نقولوا اللب نتاعو دونك الإلكترونيك الإلكتريك وبرشا عباد ديجا هما اللي شادين على الحكاية هذي انتيغيسي في روبوتيك دونك يخدموا سو تيب دو فورماسيون ويشجعوا برشا العباد خاطر برسمي دومين روبوتيك راهو معناها تبارك الله ولا ياسر متطور وفي تونس عندنا منه أما مش برشا معناها فهمت خاصة لي زيتيديون فما راه برسمي ترى برشا دي زيتيديون كي فيز دي كومبيتيسيون كل دوينا في اللاجم تاعي راه برشا دي كومبيتيسيون تاع روبوتيك موجودين ناسيونال ومحليهم على الاخر يتعداو وفما معناها أما عرفت لي خاصة لي ديبيتون والبيجنرز اللي هكا يبقلوا شوية كيفاش باش يتعلموا دونك مع سو تيب دو فورماسيون يعاونهم على الاخر بور فونسي باش يتعلموا معناها للروبوتيك يعرفوا لي حاجه سهله ماهيش صعيبه وفيزابل خاصه تبدا دو افيست زيد شوي بشوي تبدا لك من بشيفور دو ليني بعد تتعدى معناها حتى بيجر بروجكت وكل اللي نخدموا عليهم فوالا معناتها حاجه باهيه معناتها سورتو اللي توندونس هي توا كبيره برشا معناتها حتى على النطاق العالمي معناتها ينجموا من تونس يبداو ومن غادي تنجم تكون هذيا مثلا الهاكاتون هذيا ينجم يكون كخطوه اولى بعد كي ينجم يمشي للعالميه معناتها اليوم الطموحات نتاع الطالب التونسي تنجم تكبر معناتها برشا في الميدان تاع الروبوتيك effectivement وديجا البلوس تاع 3 زو اللي تخليك معناها انك تخرج برا وتعطيك دي بروجي خاصه مثلا يمكن عندك بروجي به في الروبوتيك ولا اي دومين اخر يعاونك على الاخر ويخليك تافونسي معناها وعلاش ليه ما تخرجش حتى لبرا كما قلت انت تولي تخدم حتى دي كومبيتيسيون كبار تشارك فيهم ولا دي بروجي وكل تخي بيان يعطيك الصحه اسماء بارك الله فيك ان شاء الله بالتوفيق للايفينمون نتاعك وتحيه كبيره برشا الحقيقه للاستديونات الكل اللي في كل مره يبعثونا على ليزيفينمون دوما نتاع الروبوتيك هذا وعي كبير من عند الشباب التونسي والطلبه التونسي باهميه الميدان هذا نتاع الروبوتيك في وقتنا توا في العصر الحالي وعصر تكنولوجيا متقدمه جدا. رجعنا معكم شويه اخر نعطيكم